السلام عليكم خوتي الجمهور، الله يحفظكم والله يحفظ لكم والديكم. نجيب ندير لكم واحد المفاجأة، جاي عند السي أحمد هنا لهاد لاجونس، بغينا نمشي بغيتي بينا واحد الرحلة، جينا عنده أحسن لاجونس، وحق الله العظيم ما كذبت عليكم، واللي بغى يمشي بغينا نمشيو نهار الأحد إن شاء الله مع السبعة الصباح. واجي خوتي نوريكم، باش عرفنا أنا متى نكذب على الجمهور. زيد بسم الله على لاجونس هاهي. شتي اخوتي واني بغيت نديكم عند السي احمد مولا راه مقبول عافيه الله واحد السيفه زوينه زين. السلام عليكم اخويا نورتي. لاباس اخويا بخير 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 مزيان لاباس بصحيحه الله يطول بك الحمد لله. يعطيك اخويا نورتي. لا احنا خويا نمشيو معاكم ان شاء الله. مرحبا اخويا نورتي. ايوا ما قاميش اخويا قول للجمهور تاعي حنا لاجونس اش ال ترافل راه كبر بينا السي نور تنيبا راه خونا وصديقنا وحبيبنا وراه تنعرفو كبر بينا واختارنا في مراكش باش ان شاء الله نمشيو لواحد الرحله نهار الحد اوزوت والايميني فري وغادي نديرو واحد الزياره لواحد الدوار تماك ونشوفو هادوك الناس وبغينا نديرو واحد الزياره لواحد المسجد ان شاء الله. ومرحبا بكم اللي بيمشي معنا ويشوف نيبا ويمشي مع نيبا نهار الحد ان شاء الله. راه كاينه رحله الاوزوت وبثمن مناسب جدا وراه تنيبا ان شاء الله راه مره بيدير معنا شي رحلات باش نشجعوا السياحه الداخليه ونشوفوا الناس اللي كانوا محبوسين عليهم السياح الاجانب باش نشجعوا السياحه الداخليه ونعرفوا الناس في المغرب مناطق اخرى رباط كازا طنجه الى اخره. هاد المناطق اللي كاينين حول مراكش مثلا اوزود مثلا ايمليل اوريكا مره غادي يمشي معنا باش يوري حتى هو عبر القناه تاعته وعبر شبكه التواصل اللي عنده يوري الناس هاد المناطق الجميله اللي كاينه في المغرب. شكرا. باش يعجبني بعدا قال لكم واحد الكلمه، هي قال لي غادي نمشي لواحد المسجد، هادشي انا باش فرح ليا قلبي.